بالنسبه للناس اللي كتعاني من الالام ديال المفاصل، اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد المكون خارق واللي غادي يخلصكم من الالام ديال المفاصل وليل الابد. مجرد ما غتستعملوا هذه الوصفه هذه غادي تنساو عليا الالام فقط. يعني تبعوا معايا الوصفه خطوه بخطوه، ولا كنتو عندكم التهاب او لا الام شديد في الركب او لا في القدمين ديالكم بحكم الانشطه اللي كتمارسوها يعني في بشكل يومي، يعني سواء العمل ديالكم يعني كيفرض عليكم انكم توقفوا ساعات طويله، ف يعني كتحسوا بواحد الالم شديد في القدمين ديالكم او لا في الركب ديالكم او لا يعني في اي مكان في الجسم. مجرد ما غادي تستعملوا هذه الوصفه هذه والله العظيم الا غتشكروني عليها، يعني غتخلصكم من داك الالم، غتسخن لكم الذات ديالكم وغتقوي لكم المفاصل وغادي تهنيكم من داك الالتهاب وداك التورم ديال المفاصل. الا كنتو كتعانيو من هاد الاعراض هادو اللي ذكرت، البروده، الام المفاصل، الهشاشه ديال العظام، تبعوا معايا الفيديو ومرحبا بكم معايا. اول حاجه كما غادي تشوفوا معايا غادي نحتاجو الزنجبيل او سكنجبير مطحون، غنستعملو هنايا مطحون. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا ما تنسونيش احبابي واحد لايك للفيديو، عافاكم شجعوني باللايك ديالكم باش هذا الفيديو هذا ينتشر على نطاق واسع يشوفوه اكبر عدد من الناس، خصوصا ان هذه الوصفه هذه غتغنيكم على اي حاجه ممكن تستعملوها باش يمشي لكم داك الالم. فهذه غادي تخلصكم من الالم في مده ديال 3 ايام فقط. ما تنساو عليا شي حاجه سميتها الالام ديال المفاصل. غادي نحتاجوا لواحد الملعقه كبيره ديال سكنجبير مطحون يعني الزنجبير، وغادي نحتاجو الخل التفاح، ضروري خل التفاح. علاش؟ لان الخل ديال التفاح حتى هو مضاد للالتهاب، مضاد للالتهاب ديال المفاصل، كيعالج لنا المفاصل ديالنا داك الالم اللي تيكون حاد. غادي نديرو حتى هو ملعقه كبيره ديال الخل، كما كتشوفوا معايا ممكن تستعملوا اي نوعيه ديال الخل ديال التفاح. من بعد ما درنا هاد جوج ديال المكونات كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ هنايا زيت الزيتون. زيت الزيتون غنديروا منه جوج معالق كبار. بالنسبه لزيت الزيتون حتى هو مفيد بزاف العلاج الالام ديال المفاصل. فقط بالنسبه لهاد الوصفه هذه يعني مجربه ومني شخصيا، غادي ديروها يعني 3 ايام فقط فقط وغتهناو من داك الالام. وكذلك غادي نشارك معكم في الاخر ديال لا فيديو واحد المشروب اللي زوين، مشروب اللي كيسخن الذات وما تيخليش داك الالام في المفاصل ديال الجسم. اي مكان عندك فيه يعني داك الالام ولا المفاصل عندك في الجسم ديالك كتعطيك داك الحريق وكتعطيك داك الالام اللي مجهد بزاف وقوي، مجرد ما غديروا هاد الوصفه وغديروا المشروب اللي غادي نشاركوا معكم ان شاء الله غادي ترتاحوا والله العظيم الا غترتاحوا وغتحسوا بواحد الراحه، وكان دوك المفاصل ديالكم عمرهم ما عطاوكم داك الالم او لا داك الحريق. هنا من بعد ما خلطت الوصفه سهله كما كتشوفوا معايا، هيا خلطتها قدامكم سهله بثلاثه ديال المكونات وبسيطه، ولكن المفعول ديالها قوي في علاج الالم. كناخذوا داك هاد الخليط على شكل بحال العجينه كنوضعوه على الالم اللي عندنا فيه المفاصل. انا فقط هنا كنوريكم الطريقه على المفصل هكا ديال اليد، وانتوما غديروها لاي مكان عندكم فيه الحريق. المهم كطبقوها بهذا الشكل هذا، ويستحسن يستحسن قبل ما ديروا هذه الوصفه هذه ديك المكان اللي عندكم فيه الالام ديروا ليه شويه المدافي، يعني بحال تغسلوه بالمدافي ويسخن داك المكان، وغديروا واحد المساج او واحد التدليك، ومن بعد غديروا عليه هاد الوصفه باش كتعطي مفعول وكتعطي نتيجه وكتدخل مع العظام. يعني هاد الوصفه هذه المفعول ديالها كيمشي مع العظام، مع المفاصل ديال العظام. المهم كطبقوها بهذا الشكل هذا وكتخليوها يعني شحال ما قديتو، المهم خليوها اكثر من نص ساعه شحال ما قديتو، وديك الساعه حيدوها. مهم اكثر من نص ساعه خاصها تبقى. من بعد غادي ندوزو باش غنعطيكم المشروب اللي زوين بزاف صراحه، واحد المشروب سحري اللي غادي تناولوه وغادي يعجبكم بزاف، وكذلك يعني غادي تلقاو عليه واحد الراحه وواحد التحسن. هنا كما سبق لي وذكرت لكم
اي مكان عندكم غتمشيو نتوما للمفصل، يعني اي بلاصه عندكم كتعطيكم الحريق وكتعطيكم الالم غديروا ليها هذه الوصفه هذه. ودابا غادي ندوزو باش نعطيكم المشروب. كيف ما قلت لكم، اول حاجه غادي نحضروا هذا المشروب. غادي نحتاجوا فيه الزنجبيل او السكنجبير مطحون كما كتشوفوا معايا، وبالنسبه للكميه كنديروا كميه قليله، هانتوما كي غادي تشوفوا معايا ماشي كميه كثيره، كميه قليله تقريبا نص معلقه صغيره ما كاملش ديال سكنجبير بهذا الشكل هذا، يعني ما تكتروش ما ديروش كميه كثيره غير كميه قليله. من بعد ما درنا الزنجبيل غادي ندوزو ناخدو الكركم او الخرقوم طبيعي يكون مطحون على اليد، يعني يكون مطحون قدامكم، ما تشريوش يعني مطحون ما كتعرفوش باش مخلط، ضروري الا غتستعملوا هذه الوصفه خدوه ويطحن قدامكم وديك الساعه كتعرفوا راسكم اشنو كتناولوا. هنا عندنا كما كتشوفوا معايا الكركم، درت حتى هو واحد راس معلقه صغيره ديال الكركم، يعني قل من نص معلقه صغيره، قل بزاف كاع، يعني غير شويه ديال الكركم. ومن بعد غادي ناخدو هذا الشاي الاخضر كما كتشوفوا معايا، الشاي الاخضر هذا ساشيات، وغادي نديرو هذا الكيس هذا ديال الشاي الاخضر، غنضيفوه على هاد المكونات كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نحتاجو الماء يكون غليان، يعني يكون ساخن، وغادي نضيفوه على هاد المكونات. من بعد ما كنديروا الماء ضروري كنخليو هاد المكونات يطلقوا لينا مزيان، ضروري واحد المدة باش كيطلقوا لينا دوك الفوائد ديالهم. صافي كنخليوهم حتى كيطلقوا مزيان، ومن بعد تنتناولوا هاد المشروب. تنتناولوه قبل النوم، يعني غتناولوه قبل النوم مرة في اليوم قبل النوم، غتحسوا بواحد الراحة، غتحسوا بواحد التحسن، وغديروه بشكل يومي. ملي غتحسوا بواحد التحسن وتحسوا يعني الصحة ديالكم ولات مزيان والحريق ما بقاش، صافي غادي تحبسوه. غير هي التزموا بدوك المقادير اللي عطيتكم، يعني المكونات تكون مضبوطة باش ما تكتروش واحد الكمية كثيرة في هذا المشروب، ما خصكمش تكتروا، يعني غير شوية كما شرحت لكم من كل مكون صافي وكتناولوه. وبالنسبه لهذيك الوصفه راه كديروها بشكل يومي، كل يوم كديروها، لشاط لكم من ديك الوصفه ممكن تحتفظوا به. وهالشي اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها زوينه بزاف، غير جربوها وغتشوفوا واحد النتيجه اللي مزيانه بزاف. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. غنتلاقاو اكيد مع وصفه جديده ومع فيديو جديد، وفي امان الله.